يروح عملك وصفة الشوكولاتة من الحليب فقط، كثير هي روعة وصحية. يلا روح على الوصفة. حليب كامل الدسم 2 لتر، يفضل نسبة الدهون تكون فيه 4% الدهون، كل ما كان دهون أعلى كل ما كان كل ما أعطانا جبنة أكثر. على نار متوسطة عند بدء الغليان بنطفي النار وبنرفع الوعاء فورا. لكل لتر حليب 3 معالق كبيرة خل أو عصير الليمون، يعني 2 لتر 6 معالق. بنقلب الحليب قليل وبنتركه حتى يبرد قليل، يعني يكون دافي، يعني مش عاوزين يكون بارد كتير ولا يكون ساخن، يكون وسط، يكون دافي، يكون أسهل بالطحن. نخرج الجبن بالمصفاة، كل ما كان الحليب فيه دسم أكتر كل ما ادينا جبن أكتر. بنصفي الكمية كلها احنا عاوزين يكون فيه رطوبة، مش عاوزين نطلع، مش عاوزين احنا نخرج كل السوائل منه. لو عاوزين نخرج السوائل منه ممكن قطعة قماش لو عاوزين يكون جبن، لكن احنا مش عاوزين يكون جبن 100%، عاوزين يكون فيه رطوبة. نستخدم اي خلاط متوفر عندنا. بنخفق جيد حتى تصبح ناعمة، ويمكن استخدام أي مطحنة متوفرة عندنا. هيك بنضيف الكاكاو الخام 2 معلقة كبيرة، طبعا احنا ممكن نزود حسب انتو كيف بتحبوا يكون الطعم. بديل السكر ستيفيا او اي نوع بتحلية حسب نظامكم الغذائي، ممكن نضيفوا عسل، ممكن سكر عادي حسب نظامكم الغذائي، النوع والكمية. قليل من الفانيلا وبنحرك منشان الغبار تبع الكاكاو ما يتطير معنا، بنحرك قليل وبنخفق. مثل ما حكينا ممكن نستخدم اي ماكينة متوفرة عندنا، المهم يكون ناعم. ممكن احنا نضيف 50 جرام من الزبدة، وليس بديل الزبدة، هو اختياري ولكن بيعمل طعم كتير عالي وطعم مميز. يكون زبدة طبيعية 50 جرام، ممكن إضافة معلقة كاكاو، هذا هو اختياري حسب انتو كيف بتحبوا يكون الطعم. نخفق جيد حتى يصبح ناعم. هيك أصبح جاهز، نوضعه في وعاء والتخزين يكون بالثلاجة. يفضل انه نتركه بالثلاجة 2 إلى 3 ساعات قبل التقديم. انا حتركه بالثلاجة حتى يتماسك اكتر. هيك اخرجناه من الثلاجة، ممكن نستخدمه بالافطار، هو طبيعي 100% والطعم كتير هو روعة للإفطار وللأولاد وللمدارس، كتير روعة وكتير مميز. ممكن إضافة العسل إذا نظامكم الغذائي بيسمح لكم، ممكن إضافة العسل أو مكسرات حسب نظامكم الغذائي. خلينا نتذوقه. طعم كتير روعة ومميز، كل شيء فيها طبيعي. في أمان الله.